سأل رجل مهموم حكيما، فقال له: أيها الحكيم، لقد أتيتك وما لي حيلة مما أنا فيه من الهم. فقال له الحكيم: سأسألك سؤالين وأريد إجابتهما. فقال الرجل: اسأل. قال له الحكيم: أجئت هذه الدنيا ومعك تلك المشاكل؟ قال: لا. قال الحكيم: هل ستترك الدنيا وتأخذ معك المشاكل؟ قال: لا. فقال الحكيم: أمر لم تأتي به ولم يذهب معك، الأجدر ألا يأخذ منك كل هذا الهم، فكن صبورا على أمر الدنيا، وليكن نظرك إلى السماء أطول من نظرك إلى الأرض، يكن لك ما أردت، ابتسم في رزقك. سأل رجل مهموم حكيم.